مباراة ستلعب على جزئية ستبدو للبعض جزئية عالية جدا في مجال كرة القدم. نجيب المعتني، كرة بالرأس، هدف روعة من مكان، هدف مدروس، هدف من طراز عالي بلمسة للمايسترو نجيب المعتني، متابعة بالرأس، رضا لجوج الذي يسجل هدف في قمة البهاء، وسعادة وسعادة لجماهير أولمبيك فريبكا المنتشية سعيدة بهذا الهدف الذي يوقع أولمبيك فريبكا في الدقيقة الثالثة من الجولة الأولى. هدف يخلينا نشوف مباراة مختلفة. هنا نجيب المعتني كيف ما يعادته، كيف ما يتقفته، كيف ما هي فلسفته كواحد من أمر اللاعبين في البطولة الوطنية. لعب كرة بشكل ممتاز جدا، كان كونترا ممتاز، وكانت التمريرة بالمقاس لرضا الذي يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. استعادة ثقة من طرف عمر سربوت تخلي أولمبيك فريبكا يلعب شوية متحرر. هذه كرة تستخلص من أسامة المسكوري، أسامة النجيب، نجيب المعتني، مشى نجيب، نجيب خد كرة نجيب، هذه إمكانية، هذه فرصة، حاول يراوغ كرة، وكأننا أمام سيناريو مماثل للهدف الأول. إبداعات نجيب والختم، أي ختم من رضا لجوج، هدف جميل جدا من صناعة ميدي نجيب المعتني، صنع من مصنع موهبة يسموه نجيب المعتني، من قدم نجيب، 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 التلميذ النجيب، وكان نجيبا في الكرة الماضية، حول راوغ كانت الخشونة في الكرة الماضية، وكانت المتابعة في النهاية من رضا لجوج، عنده حس هداف، عنده حس هدف في راك رضا، ليسبق الكورتو وسددها معلنا عن ثاني هدف أولمبيك فريبكا. تصبح النتيجة يا سادة الكرام 2-0 لأولمبيك فريبكا أمام أولمبيك أسفي في حدود كأس العالم عام 1994، وأبدع كثيرا في المونديال عربي حبابي. مشات كرة مرابط، مرابط، حاول راوغ، مرابط، ممتاز، مرابط، الهدف الأول لأولمبيك أسفي عبر توني أوميريو، توني أو كوفي بوا، كوفي بوا ينجح في تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. تصبح النتيجة 2-1، تشعل المباراة بجديد هنا في مدينة فريبكا، والعمل كل العمل، الإشادة كل الإشادة من محمد مرابط. هنا توريو ميرو شاب مرابط، مرابط قلت لكم أنه لاعب مجتهد، لاعب شجاعة كبيرة، أقصى دفاع أولمبيك فريبكا 4 لاعبين، وما هي الطريقة العبور لكوفي فأول لمسة يتمكن من تسجيل الهدف الأول في هذه المباراة. تصبح النتيجة 2-1، قلت لكم أنها مباراة مختلفة، مباراة مغيرة عن التي توقعتموها، عن التي يتوقع كل مناصر كل وفي لنادي أولمبيك أسفي. مهمة ومهمة جدا، وبالتالي محمد مرابط واحد من اللاعبين اللي أي مدرب في كرة القدم الوطنية ولا في المنتخبات الوطنية يتمنى يكون عنده لاعب مثل هذا، لاعب بحال هذا. كرة لكلاوديو رافائيل وليد الصبار، وليد ضغط من صلاح ضمين، تتحول كرة من الطرف الأيمن لمصلحة أولمبيك أسفي، هذه كرة في منطقة الجزاء إمكانية، كرة تسدد، يا له من هدف، يا له من هدف، كوفي بوا، كوفي بوا يسجل الهدف الثاني في هذه المباراة، هدف التعادل. تصبح النتيجة 2-2 في مباراة أولمبيك أسفي وأولمبيك فريبكا. قلت لكم أن لوسيس أصبح أفضل بعد تسجيله للهدف، لوسيس هو من تحكم في إيقاع المباراة. كرة من وليد الصبار، لعب بشكل ممتاز جدا، الترويض للكرة من سيف الدين الكحلاوي للعبها لكوفي بوا، خلاه لوحده ليسدد الكرة في مرمى الحارس ياسين الحواصي، معلنا بذلك عن هدف التعادل في الجولة الأولى من المباراة. تصبح النتيجة 2-2، هدف أولمبيك فريبكا من قدم رضا لجوج، وهدف لوسيس من قدم الموهوب الإيفواري كوفي بوا دافيد ميندي، لكن ما عندوش خيارات هجومية كبيرة، ما ضغطش هجوميا، يغيب عنه الإصرار كبير بالخصوص خط الوسط لتسجيل ربما هدف آخر في الجولة الثانية. كرة من رضا، يا سلام، سلم، هدف في قمة الروعة، هدف في قمة الجمالية، هدف يستحق الإعادة من مختلف الزوايا. رضا، رضا يا رضا، رضا يا رضا، انتهى الكلام في هذا
الهدف، هدف في قمة الجمال. سنتابع بدلا المرة واحدة اثنين وثلاثة في انتظار الرابعة والخامسة. هدف جميل جدا، في قمة السعادة لما نشوف هدف مثل هذه في البطولة الوطنية. بذكاء وداء عالي العب كرته في المقاس، في المقاس. مقامات جميلة في هذه المباراة، أهداف جميلة في هذه المباراة، ورضا يسجل الهاتريك. هاتريك في مباراة اليوم. أولمبيك فريمبيا سعيدة، تفوق 3-2 أمام لوسيس، أمام لوسيس 3-2. تنطلق المباراة من جديد. أولمبيك فريمبيا يسجل الهدف الثالث في الجولة الثانية. هدف جميل جدا، قلت لكم انه قليل فين نشوفوا اهداف جميله مثل هذه في البطوله الوطنيه، قليل من فين ما نشوفوا الداء مثل هذا في كره القدم الوطنيه. لما شاف الحارس تقدم شويه لعب كره مثل هذه، مباراه انجليزيه هذه ما عندها علاقه مباريات البطوله الوطنيه. وهدف جميل جدا للوسيس، تصبح النتيجة 3-3. مباراة مشتعلة في الجولة الثانية. من أشعل فتيل هذه المباراة؟ من أشعل فتيل هذه المباراة؟ وليد يا وليد، وليد يا وليد، الصبار يا الصبار بالقدم اليسرى. لم يترك لياسين الحواصي سوى متابعة الكرة بهذه الطريقة، تتهادى في شباكه معلنة عن ثالث الهدف. 3-3، ومازال في شعبة حكى أشياء كثيرة لكي يحكيها لكم في هذه المباراة. أتمنى من مناصري لوسيس وأولمبيك فريمبيا ألا ينزعجوا لخسارة نادي من الناديين في مباراة اليوم. لما تشوف مباراة مثل هذه، لما تشوف الستة أهداف 58 دقيقة، الله يجعل بركة كما نقولوا، قليل في نشوفوا حصيلة هدفية مثل هذه في البطولة الوطنية. 3-3 والمباراة لم تنتهي بعد. في الآخر مرصادي كضير أيمن ممتاز جدا، والمهدوفي المحترف السابق في نادي دينامو كييف، في نادي ميتاليس خاركيف في الدوري الأوكراني لكرة القدم. مشات كرة طويلة، عمر السربوت يبحث عن اللحاق بالكرة. عمر من الطرف الأيمن، عمر في منطقة الجزاء تجاه خالد حشادي. هذه كرة من هجوم لنجيب، نجيب خالد حشادي الهداف الذي يتمكن من تسجيل الرابع والاسيست واي اسيست، الاسيست واي اسيست. الرضا في المرة الأولى ونجيب في المرة الثانية. نجيب يا نجيب، لما يكون عندك نجيب الصورة تكون مثل هذه. النتيجة 4-3. شوف كرة لوسيس، كرة لوسيس، يا له من هدف، يا له من هدف في مباراة مجنونة يزداد جنونها في الوقت البدل الضائع. كمال يسجل الهدف الرابع، تصبح النتيجة 4-4 في مباراة اليوم. قلت لكم أن صعيب التكهن بطبيعة المنتصر في هذه المباراة، في مباراة مثل هذه. كمال خلوا لوحده يسدد بهذه الطريقة ويتمكن من تسجيل. كان مع عمر اللي خلاه يسدد لوحده، والهدف الرابع. 4-4 في مباراة تستحق العلامة الكاملة، في مباراة كانت مجنونة، انطلقت بجنون وتنتهي بجنون.